والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الميثود اللي راح نتكلم عليها النهاردة يا جماعة اسمها char at يعني تقريبا اختصارة لكاركتر at، والطريقة دي بترجع كاركتر معين موجود في النص. يعني الطريقة دي بترجع لك كاركتر، يعني بترجع لك حرف ها او علامة كده، يعني بترجع لك كاركتر موجود في النص. ها ليها كم برامتر؟ ليها برامتر واحد بس، اللي هو ايه؟ اللي هو الاندكس. الاندكس ده يعني ايه؟ يعني اللي هو الرقم ده. الاندكس ده يا جماعة يعني البرامتر اللي انت عايزه، اللي عايز ترجعه ترتيبه كام في النص، ده اللي هو الاندكس. فهمني؟ طيب ده اوله كام؟ اوله صفر، يعني بالتالي كده حرف ال A بيكون صفر، اولك صفر. حرف ال L بيكون واحد، حرف ال I بيكون اتنين، وهكذا وانت ماشي. تمام، طالما اولك صفر يبقى اخرك بيكون ايه بالظبط كده؟ اخرك بيكون اخر النص ناقص واحد. يعني انت عندك هنا مثلا 17 كاركتر، يبقى اخرك هيكون حرف ال 16 اللي هو ايه؟ اللي هو حرف الار، لانك انت مش مبتدي من واحد، صحيح انت مبتدي من صفر. ففي ايه؟ في المتسلسله بتبقى ان ناقص واحد. وفي حاله اختلال الشرط ده الجمله بترجع لك بترجع نص فاضي، سترنج فاضي. يعني لو كتبت رقم مش موجود او رقم اعلى من ال، فاهمني انت؟ فتقبل قيم موجب اكيد طبعا، لان بتتكلم عن اندكس بالترتيب. يعني انا عملت مثلا دلوقتي سيف، هتلاقي ان الصفر ده رجع لك الاندكس بتاع حرف الاي. لو انا طيب قلت له مثلا واحد وعملت سيف، رجع لي حرف ال. مشيت وقلت له اثنين، فانا بقول له يعني انت بص يا سيدي، رجع لي حرف الاي. مثلا كتبت له ثلاثة عملت سيف، هيرجع لي الفاضي اللي هو المسافه الاربعه. يعني فاهمني انت المسافه ديت كاركتر. يعني لو انا قلت له اربعه، فالمفروض كده انت عارف يرجع لي حرف ايه، رجع لي حرف البي، وهكذا. يبقى انت بتقول له بص انا عايز الكاركتر ات، انا عايزك تكتب لي الكاركتر اللي الاندكس بتاعه اربعه، فيعد بقى صفر واحد اثنين ثلاثة، يلاقي حرف البي هو الاندكس بتاع رقم اربعة في الفاريبل اس تي ار، فيروح منزل لك القيمة بتاعه. ده بالنسبة للكاركتر ات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.